السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنكمل مع بعض في إحصاء الجودة، وتحديدا في درس الأبليكيشن. هناخد النهاردة أبليكيشن شابتر 1. الحقيقة درس بسيط وفي تمارين بسيطة جدا وسهلة إن شاء الله. أول سؤال بيتكلم عن النورمال ديستريبيوشن. طبعا النورمال ديستريبيوشن معناتها التوزيع الطبيعي، يبقى انا هنا الدرس بتاعي بيتكلم عن التوزيع الطبيعي. هذا التوزيع الطبيعي له جدول بنشتغل عليه وقانونين بسيطين جدا وسهلين، وان شاء الله تكون تمارين واضحه ومباشره. بيقول لي زوايد، المثال الاول يعني وزن اوف جرام بالجرام سبينز ان ات اتين ان نورمال ديستريشن، نوع من الفاصوليا، ويز مين المتوسط بتاعه، ميو ات ستاندر، والانحراف المعياري 7.8. طبعا المين اللي هو المتوسط، احنا عارفين كلمة متوسط اللي هي المين رمزها ميو. الانحراف المعياري اللي هو 7.1، كلمة the standard definition انحراف معياري، انحراف معياري. الانحراف المعياري 7.8 اللي هو السيجما، يبقى انا عندي الميو هنا مجهولة، السيجما اللي هو الانحراف المعياري 7.8. هنا بيقول لي given that، بشرط ان 10% is a content less than اقل من 200. طبعا دي كده معناته حاجة اسمها مستوى معنوية اللي هي ال 10% دي، وبنلتق عليها زد 0.10 اللي هي 1/10. طبعا دي لها قيمة جدولية، هنعرف نجيبها ازاي دلوقتي. هو عايز طبعا less than يعني اقل من، يبقى انا هنا كده المطلوب مني عايز اجيب ان اكس اقل من ال 200 اللي هي قيمه الاكس المطلوبه. فايند از ميو. الحقيقه ميو لها قانون ظريف جدا وسهل هنطبق فيه طبعا، وهنقدر نحصل عليه بسهوله جدا جدا قيمه الميو. يبقى انا اول ما يطلب مني الميو هقول له الميو هي عباره عن اكس زائد سيجما زد مضروبه طبعا ضرب زد العشرة من مية. جت من العشرة من مية اللي هي دي، ده قانون سهل جدا ومباشر نقدر نحصل منه على قيمة الميو. الاكس اللي هي الميتين زائد السيجما اللي هي 7.8. في بقى القصة كلها هنا، واهم نقطة عندي اللي هي زد 1%. زد 1% دي هي عبارة عن القيمة الجدولية للمكملة الواحد من عشرة. يعني ايه؟ يعني 1 ناقص 1/10 تديني 9/10، يبقى القيمة الجدولية لتسعة من عشرة. طب أنا بجيبها إزاي القيمة الجدولية دي؟ دي حتة مهمة جدا لازم نركز فيها، وتعتبر هي الأساس في هذا المثال. إحنا عندنا هنا جدول نعرف نجيبه بسهولة، ده الجدول بتاعنا. مفروض إحنا من خلال الجدول هنا عندي قيمة تقريبا 9.899 القيمة دي، القيمة دي اللي هي اللون قدامي ده هون. اجيبه ازاي بقى هنا؟ لو مشينا كده بالقلم هنلاقي هنا 1.2. معلش الجدول هنرجع ليه تاني. اهو 1.899 داخل الجدول، يعني انا بدور على القيمة داخل الجدول. اقرب حاجة للتسعة من عشرة هي الرقم ده، القيمة دي ولا دي؟ لا القيمة دي. امشي كده هلاحظ هنا 1.2 واطلع فوق 8%، يبقى 1.2 واطلع عند 8 يبقى 1.8 وايه 28. يبقى اذا هنا القيمة الجدولية بتاعتي 1.28. ايه ده؟ ده القيمة دي صعبة يا استاذ اجيبها، هل بتتغير؟ والله في الغالب دايما بتبقى قيمة بقول عليها محفوظة عند 10%. يعني في بعض الحاجات كده معروفه ال 10% تديني 1.28، بس لو انت عايز تعرف هي كيف جت زي ما احنا قلنا هنقول تاني مره تانيه ايه؟ ال 9 من 10 جوه الجدول ايه؟ تقريبا دي اقرب كده ولا دي اقرب قيمه؟ لا دي اقرب قيمه دي اللي هي هنا اللي بالاصفر ده، امشي كده قصادها 1.2 اطلع فوق 8%، يبقى 1.8 وايه؟ 28. اصبح القيمه الجدوليه 1.28، ابدا اعوض هنا تاني 1.8 و20. اصبح الميو احسب دي بالحاسبه تطلع تقريبا 210، وبكده يبقى انا جبت الميو بمنتهى السهوله. طبعا في اكتر من طريقه ولكن دي اسهل طريقه لايجاد الميو.
تعال نشوف مثال آخر برضو على التوزيع الطبيعي، بيقول لي ذا سكند ابلكيشن، سكند اللي هو تطبيق آخر، ذا ويت الوزن بالجرام از بينس ان ذا، نفس المثال اللي عدى بس بيقول لي ده بعد التوزيع الطبيعي اللي هو عندي المين بتاعتي 205. أصبح هنا الميو بتاعتي بكام؟ ب 205 اللي هي قيمة الإكس. أند ستاندرد ديفينيشن، انحراف المعياري سيجما هنا مجهول، جيفن ذات 98%. مهم قوي الحته دي، 98 معلومه بقى، 98% تعادل 99%، نفس المعنى. اذا انا عايز اجيب زد 99% اللي هي عباره عن القيمه الجدوليه الواحد من ايه؟ من 100. كام القيمه دي؟ لو انا عايز احفظها 2.32 دي محفوظه جاهزه، يبقى اول ما يجي لي 98 او 99 نعوض عن الزد بتاعتك بكام؟ زد 99% ب 1.32. وللمعلوميه ما يجينيش الا 10% زي المثال اللي عدى، يا اما 99 او 98. وبالتالي في هذا السؤال انا عايز اجيب السيجما بقى، المطلوب هنا سيجما ما بين ال 200 وال 200 وايه؟ وال 210. انا عايز محصوره بين 200 و 200 و10، فايند فاليوز قيمه مين؟ قيمة السيجما. أنا لو روحت للقانون اللي عدى، الميو بتساوي إكس زائد سيجما زيت 1 من 100 اللي هي تعادل إيه؟ القيمة الجدولية لل 99. طب الميو كام؟ 210. الإكس كام؟ 205. الإكس اللي هي ودي ال 210 زائد كام السيجما؟ مجهولة. طب والقيمة دي كام؟ تقول لي 2.32 من 100 اللي هي 99، معلش زد 99 ليه دي؟ القيمه دي محفوظه او محفوظه، وبالتالي يبقى سيجما هتساوي ايه بقى؟ تقول لي 210 اطرح منها 205 يبقى 5 على 2.32 تقريبا هتطلع 2.15. انا عندي هنا اكتر من طريقه لايجاد السيجما، دي اسهل طريقه واسرعهم في نفس الوقت لايجاد السيجما. نروح لمثال بعده، التطبيق الثالث، وده تطبيق ظريف خالص، بيتكلم عن المين بتاعتك اللي هي الاكس بار، سايز هنا اللي هو يعتبر بنسميه حجم العينه وبنرمز لها بالرمز ان، درون فروم ذا بوبليشن لهذا المجتمع المتوسط بتاعه 112 وانحراف معياري 40. الحقيقه هنا بيتكلم لنا عندي عينه حجم سايز، يعني حجم عينه كام بقى حجم العينه دي؟ 50 من مجتمع كبير 112، المتوسط بتاعه 112 وانحراف معياري اللي هو السيجما 40. المطلوب الاول عايز فايند مين اند ستاندرد ديفينيشن اكس بار، المطلوب الثاني ذا بروبرتي اكس بار اسيوم ذا فاليو اوف ذا بتوين 110 114. المطلوب الاول ده قانون مهم جدا، ان الميو اكس بار هي نفس الميو، الميو اكس بار اذا عند طبعا المين دي معناها ميو اكس بار، اجيبها ازاي هي نفس الميو؟ طب الميو عندي بكام؟ ب 112 اللي هي دي الميو بتاعتي، يبقى اذا بتساويها، ده المطلوب الاول. طب سيجما اكس بار ده القانون بتاعها عباره عن سيجما على جذر ان، سيجما عندي بكام؟ ب 40، يبقى سيجما هنا ب 40 وهنا الميو ب 112 يبقى اقول 40 على جذر ان، ان اللي هو عدد العينه، عدد العينه بقى اللي هو كام؟ اللي هو 50. تعود مباشر يطلع لي الناتج على طول. نيجي للمطلوب الثاني، والمطلوب الثاني ده مهم اللي هو عايز فتره الثقه للزان 30، ذا سنتر ليميتد سريم ابلكيشن، احنا هنعوض هنا في جدول هنجيبها من خلال جدول زد، ده قانون مهم قوي بيقول لي اكس ناقص ميو على سيجما واكس ناقص ميو على سيجما، هو محصور ما بين ال 110 وال 114. يبقى انا اقول ال 110 ناقص الميو اكس بار اللي انا جبتها ال 112 على السيجما اللي انا جبتها 5.6. نفس القصه، احسب هنا ال 114 ناقص 112 على نفس القصه. ولذلك انا عندي لازم نبقى عارفين القانون ده، ان زد هي عبارة عن ميو أو نقول إكس ناقص ميو إكس بار على سيجما إكس بار، ده القانون أنا معوض عليه. إكس دي اللي هي ال 114، يعني يعتبر دي الإكس الأولاني ودي الإكس الثاني اللي هي ال 110 وال 114. بحسب دي بالآلة تطلع لي هذا الرقم اللي هو سالب بوينت 5، وأحسب بالآلة تطلع لي، نلاحظ الرقمين دول زي بعض. معناته هجيب القيمة الجدولية بقى، نروح لجدول الزد بقى، فين جدول الزد؟ أهو. هنا بقى بمشي بالعكس، ده جدول انا عايز الجدول السالب، فين الجدول السالب يا استاذ؟ ده جدول موجب وفي جدول سالب عندنا، طبعا المفروض لو جاني حاجه زي كده في الاختبار لا المفروض اني انا
انا عندي هنا القيمة الجدولية عايز اجيب سالب بوينت 35، بروح للجدول بتاعي اجيبها ازاي من الجدول السالب؟ فين الجدول؟ طبعا عندي ده جدول موجب، في جدول تاني سالب اهو، ادي الجدول السالب بتاعي. انا عايز سالب 35 من 100، يبقى انا هنا مفروض بروح عند سالب 3 من 10 اللي هي فين؟ تقريبا اهي سالب 3 من 10 اهي، واجي رايح عند الخمسة اللي جاية من فوق فيطلع لي هنا تعتبر 3 من 10، 1 2 3 4 5، فيطلع لي الرقم ده. الرقم ده اللي هو 3 6 9 8. جه ازاي تاني؟ انا بمشي هنا سالب 3 من 10 المفروض اطلع فوق عند العمود بتاع الخمسة اللي جاي من عند الخمسة دي، ده الأربعة، لا ده العمود، يبقى أنا كده العمود اللي تشوف العمود خمسة اهي، يبقى أنزل كده عند الخمسة، وبالتالي يبقى هنا اللي جنبية ده الرقم ده، الرقم ده اللي هلونه مثلا باللون الأحمر ده، وده نغير اللون كده عشان يبقى واضح، وليكن مثلا اللون الأصفر ده، ده لأ ده خلاص يبقى اللون بتاعي ده جاي من عند فوق الخمسة 3 6 1 6 9. لو رحنا كده الكتاب اهو فين القيمة 3 6 3 2 1 1 تقريبا، يعني اللي هي القيمة الجدولية دي بتاعت ده. هنطرح طبعا الكبير ناقص الصغير، يبقى دي الجدولية دي اللي هي دي كده، معلش هنمسحها تاني عشان خاطر نبان، ده كده عبارة عن تبع مين؟ تبع السالب. طب نيجي بقى نجيب الموجب اللي هي 35 من 100، يبقى أنا لازم أروح الجدول الموجب 35% في الجدول الموجب، أجيبها إزاي؟ أدي 3 وأمشي كده 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 أنزل عند الخمسة، الرقم أهو ده كده اللي هو هذا الرقم 6 3 6 8 3. لو انا رحت كده لل 6 3 اللي هو ده ناقص 3 6، يبقى هنا هجيب الكبير اللي هي 35 الموجب، دي قيمتها من الجدول، والسالب دي قيمتها، اطرحهم من بعض يطلع لي على طول الايه؟ الناتج، وتبقى دي هي الاجابه المطلوبه مباشره. وطبعا السؤال ده مهم زي ما احنا قلنا في البدايه. نروح للابلكيشن الرابع، والابلكيشن ده سهل جدا وتطبيق برضه على الجدول، اللي هو بيقول ايه؟ اوتوميك بطاريه، بطاريات مانيفاكتور، بعض المصانع بتنتج البطاريات الاوتوماتيك، ميج دي في بطاريه، بطاريات طبعا 100 جراوند يعني متوسط الحجم، زميل لايف عندي متوسط الحياه بتاعها او متوسط المعيشه او متوسط الصلاحيه بتاعتي، يبقى دي المين 50، مين كده معناها متوسط، ويز ا ستاندرد ديفينيشن حرف معياري 6 شهور، يبقى دي المين. بتبدأ توزيع البطاريات از بارتيكل براند ان ابروكسيمير نوع بالتوزيع الطبيعي التقريبي طبعا، وان اوف ذا اسوميديشن اوف ذا مانيفاكتشر هذا المصنع كلين ذا ار ترو، يعني عايزين نعرف ان الكلام ده صح ولا لا، از بروبابيلتي ذا راندوم سيلكتد لو احنا اخترنا واحد عشوائي، سايب اوف ذا ليس ذان 48 يعني اقل من كام؟ من 48. انا كل اللي هعمله هجيب كده احتمال بتاعي اقل من 3 48، يبقى ده المطلوب الاول اكس اقل من 48، جت منين؟ ال 48 اهي، عرفت منين اقل من؟ قال لي ازاي؟ طب اعوض بقى في القانون اللي هو اكس 48 ناقص الميو اللي هي عندي 50، دي الميو على السيجما اللي هي عندي ب 6، دي كده سيجما، احسب دي بالاله هتطلع معايا هذا الرقم اكس زد اقل من هذا اللي هو سالب بوينت 33%. يبقى لازم اروح اجيب بقى من الجدول القيمه الناتج ده اجيبه منين؟ من الجدول. طب تعالى نحسبه مع بعض، الجدول الموجب ولا سالب؟ لا الجدول السالب، فين الجدول السالب؟ اهو سالب بوينت 33 من 100، يبقى سالب بوينت 3 و33 تبقى هنا كده معايا 33، لو انا نزلت كده فوق ادي 3 3 من 1000 يبقى هو ده العمود بتاعها، وامشي عند ال 33 تطلع لي هذا الرقم. هذا الرقم اللي هو 73 700، طبعا هنا 73 7، طبعا ما باخد اربع ارقام يكتفي، يبقى دي الاجابه الصحيحه بتاعتي مباشره. نيجي للمطلوب الثاني، وان ذا سوبليشن ان ذا فايند، عايز احتمال المين بتاعك ذا راندوم سامبل 36، يعني عايز احتمال العينه 36، سامبل دي يعني عينه يعني دي قيمه الان. إذا بطاريس از ويز بي لزان 48 اقل من 48، بس هنا خد بقى عينه اقل من 48 خد عينه، اصبح الميو بتاعتك 50 زي ما هي، طب السيجما لا نقسم سيجما على جذر ان،
لازم ادخل بقى العين اللي هي 36 تبقى السيجما بتاعتي بواحد، واشتغل نفس الفكره 48 ناقص الميو الجديده ال 50 على السيجما. هنا اختلفت بقى لان انا خدت عينه ما اشتغلتش على الكل، يطلع لي اقل من سالب 2، اروح اجيب القيمه الجدوليه لسالب 2 من نفس الجدول. هنا سالب 2 فين بقى؟ اهي فوق خالص، سالب 2 صحيحه. ما دام سالب 2 صحيحه يبقى انا ادي سالب 2، يبقى انا هاخد اول قيمه للسالب 2 مقابله ليها، لان مفيش بعد السالب 2 رقم. هذه القيمه اللي هي تعتبر 01839. لما نروح لهنا كده طبعا دي قيمه تقريبيه ليها اللي هي سالب 2 صحيحه، هنرجع لها تاني اهو عشان بس يبقى مصحصح معانا في الجدول. سالب 2 صحيحه اول قيمه. شوف كده انا اخطات في حاجه، ركز معايا، المفروض دي 9، يبقى اول قيمه تقريبيه هنا دي الناحيه ده اللي هي بعد الاثنين اصفار، بعد الاثنين اصفار دي لا اللي هي هنا عشان في اصفار. لو 1 من 100 سالب 2، 1 من 100 بياخد ده، يبقى هنا جايب العكس بالسالب، هنا 1 2 3 4 5 9، يبقى هنا دي ليست صحيحه. الصحيحه هي هذه القيمه اللي هي 0.2275، طبعا عملنا لها تقريب اصبح 228 0.228 اللي هي هذه القيمه، وبكده يبقى انا جاوبت اجابه صحيحه. بكده يبقى انتهينا من الابلكيشن الاول على الشابتر الاول. ربنا يوفقكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.